السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، متابعنا الكرام متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا قناتكم ميزات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أتم الصحة والعافية. عدنا إليكم مجددا متابعنا الكرام بعروض بيم الجهوية ليوم الجمعة 30 جويلية 2021، يعني الجمعة ديال هذا الأسبوع. هذا العروض غتكون إن شاء الله في عدة مدن وعدة جهات، فابقوا معنا حتى الأخر ديال الفيديو باش تكتشفوا معنا اش من جهات واش من مدن غيكونوا في هذه العروض هذه. قبل ما نبداو التقديم ديال هذه العروض، كنبغي نشكركم كما العادة متابعينا الكرام على التفاعل ديالكم الدائم مع الفيديوهات ديالنا، على التعليقات ديالكم الزوينين، على التشجيعات ديالكم، على المشاركة ديالكم، التجارب ديالكم مع المنتوجات اللي كنعرضوا، فراكم كتشاركونا ديما التجارب ديالكم، الله يجزيكم بخير، راه كتفيدونا حنا وكتفيدوا واحد العدد ديال المتابعين، الله يجزيكم بخير. لاول مره يزورنا في القناه اشتركوا في زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض، وما تنساوش الضغط على زر ديال الاعجاب، فهاد الشركة كيشجعنا بزاف ونبداو على بركه الله. كاين اول منتج معنا واحد الدراجه هوائيه، واحد الدراجه هوائيه للكبار، بالنسبه لهذه راه 29 بوصه بالنسبه للعجلات ديالها، بالنسبه للعجلات ديالها حيت البسكليتات او البيكالات او الدراجات الهوائيه كيتعبروا الحجم ديالهم من القطر ديال العجله ديالهم. بالنسبه لهذه راه 29 بوصه، فيها 21 في الفيتاس، يعني 21 سرعه. بالنسبه للفران ديالها فراه فران ديسك، ولاسير باش مصنوعه راه من الكربون، يعني راه غتكون خفيفه بزاف. والبيكالات او الدراجات الهوائيه ديال الكربون فراه كيكون الثمن ديالهم طالع وكيكونوا خفاف بزاف. كما شفتوا معنا جايه بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معنا، صراحه كتبان زوينه بزاف. بالنسبه للالوان اللي فيها، فيها ثلاثه ديال اللوينات اللي كتشوفوا معنا في هذه الدوائر الصغيره، جايه بهذا الشكل هذا متابعينا الافاضل. بالنسبه للثمن، بالنسبه للثمن راه دايره 2590 درهم، تقريبا 2600 درهم، يعني تقريبا 52000 ريال. كما كتشوفوا معنا الدراجه الهوائيه اللي جايه بعده الوان، والشكل ديالها راه جايه بهذا الشكل هذا. كان ايضا معنا متابعنا الكرام زلاجات ديال الدراري، بالنسبه لهادو جايين بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معنا، فيهم في الارقام من 32 حتى 37 في الارقام ديالهم. بالنسبه للالوان جايين بعده الوان، هنا مبينين لون واحد كما كتشوفوا معنا، جايين بهذا الشكل هذا. هادو بالنسبه هادو للدراري، بالنسبه للثمن راه دايرين 350 درهم 7000 ريال، وجايين بهذا الشكل هذا باربعه د العجلات كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. كاين ايضا مزلاجات للبنات جايين بهذا اللون الغوص، بالنسبه لهادو حتى هما فيهم 32 حتى 37 في الارقام، حتى هما كيجيو بعده الوان، بين الله هنا لون واحد اللي هو الغوص. بالنسبه للثمن، بالنسبه للثمن حتى هادو 350 درهم 7000 ريال كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. وكاين ايضا معنا واحد المجموعه ديال لي كاسكيت او القبعات للذكور والاناث كما كتشوفوا معنا، جايين بهاد الشكيلات هادو، كل وحده شنو مكتوب فيها، وكل وحده والالوان ديالها والتصميم ديالها كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، جايين بهاد الشكل هذا. بالنسبه لهادو ثمن القطعه الواحده 50 درهم 1000 ريال كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. وكاين ايضا معنا واحد الحقيبه ديال الظهر كتجي بعده الوان كما كتشوف معنا في هاد الدوائر هادو. بالنسبه لهاد الحقيبه جايه بهاد التصميم هذا كما كتشوفوا معنا، والثمن ديالها 130 درهم 2600 ريال كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. بالنسبه للعرض ديالنا اليوم متابعينا الكرام هو هذا، هادو هما المنتوجات اللي فيه، عرض قصير ما فيهش منتوجات بزاف، غيكون ان شاء الله يوم الجمعه 30 جويلية 2021. هاد العرض هذا غادي يكون في عده مدن كما قلنا لكم في اول الفيديو. متابعينا الكرام كما تابعتم معنا، فهاد العرض كان يشمل حقيبه ديال الظهر جايه بهاد الشكل هذا، تابعتم معنا ايضا قبعات بعده الوان وعده اشكال ب 1000 ريال 50 درهم، تابعتم معنا ايضا مزلاجات
للذكور والإناث، للدراري الصغار والبنيتات، فيهم في الأرقام من 32 حتى 37، دايرين 7000 ريال، فيهم 4 ديال العجلات، وكتبان الكاليتي ديالهم زوينة. المرجم من السيدات اللي سبق لهم جربوهم يشاركونا التجربة ديالهم. وكاين أيضا الدراجة الهوائية للكبار 29 بوصة في العجلات ديالها، ماتير باش مصنوعة من الكربون، جاية بثلاثة دلوينات، ودايرة تقريبا 2600 درهم كما تابعتوا معنا. بالنسبة للعرض ديالنا اليوم متابعينا الكرام هو هذا، هادو هما المنتوجات اللي فيه، عرض قصير ما فيهش منتوجات بزاف، غيكون ان شاء الله يوم الجمعة 30 جويلية 2021. هاد العرض هذا غادي يكون في عدة مدن كما قلنا لكم في اول فيديو، وغيكون ان شاء الله في مدينة المحمدية، بوزنيقة، سلا، الرباط، والقنيطرة، وتميرة، وطنجة، وفاس، ومكناس، يعني المحمدية والمدن ديال الشمال. كما تبعتوا معنا كما قلنا عرض قصير ما فيهش منتوجات بزاف. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام العروض الوطنيه ديال يوم الجمعه، ايضا 30 جويليه الجمعه ديال هذا الاسبوع هذا، اللي مازال ما يتابعهم يدخل القناه ويطالع عليهم. ففيهم واحد جوج اجهزه ديال التلفاز، واحد كبير فيه 64 بوصه تلفاز ذكي، وكاين ايضا تلفاز ذكي فيه 49 بوصه. فدخلوا القناة غتلقاو هذا العرض هذا. ايضا كيشمل داك العرض اجهزة الكترونية وغطاء سرير لشخصين وميزارية، فدخلوا القناة غتلقاو هذا العرض هذا. كاين ايضا متابعينا الكرام العروض الوطنية ديال يوم الثلاثاء 3 غشت 2021، عرض خاص بعاشوراء، الله يوصلنا ليها جميعا بالصحة والعافية. كيشمل مكسرات، كيشمل مواد التجميل، كيشمل حلويات، فدخلوا القناة ايضا غتلقاو هذا العرض هذا. ومرة ديروا طليلة على القناة، فرا ديما كنجيبوا الجديد، كنحاولوا اي عرض كاين في المغرب سواء ديال بيم او ديال مرجان او ديال مجموعة ديال المحلات، فكنحاولوا ما امكن اننا نجيبوا لكم ديما الجديد باش ما يفوتكم حتى عرض وما تفوتكم حتى ميزة. نتمنى يكونوا عجبكم هاد العروض وتكونوا استفدتوا معنا. نتلاقاو في عروض اخرى متابعينا الكرام وفي ميزات اخرى. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.